كما كتشوفوا ان الجامعات المحليه خصوصا وزاره الداخليه انه كان واعد في البرلمان انه غيقوم من 34 ساعه الغد وانه مستعد لعمل الحوار الاجتماعي، ولكن كاين المراسلات ثلاثه ديال المراسلات ديال التنسيق الرباعي اللي فيها الاتحاد المغربي والكونفدراليه والاتحاد العام والفيدراليه، تقول ثلاثه المرات المراسلات اساس فتح الحوار ولكن ما فتحش، لان كنشوفوا كل القطاعات في جميع الوزارات انهم فاتحين الحوار الاجتماعي، فقط وزير الداخليه وزاره الداخليه هي اللي ما فاتحاش الحوار. هاد الاخوان هادوما اللي كما كتشوفوهم كاينين في المغرب كامل، هاد الوقفه كاينه في المغرب كامل امام العماله، كيطالبوا فقط العداله الاجريه الزياده في الاردوجون، وطالبين انه تكون المساواه ديالهم مع الاخوان ديالهم في القطاعات اخرى، وتكون المساواه الاجريه، وتكون كذلك الحقوق اللي كتعطى للوظيفه العموميه تعطى ايضا الموظف الجامعه، كما كنتبغوا ادنى اجر اللي كاين في الوظيفه في المغرب هما الموظفين الجامعه المحليه، لان الوضعيه ديالهم كارثيه. مع الاسف وزير الداخليه وجد متعنت، ما باغيش يفتح الحوار امام النقابات اللي هما اللي كيشكلوا الاغلبيه ولا كيشكلوا الكل في الكل، لان النقابات اكثر اغلبيه كان من متوحدين داخل الجامعات المحليه. محمد عاقب الخويل كاتب اتوقعك النقابه الديمقراطيه الجامعات المحليه العطف ديالها الاداريه الديمقراطيه الشغل وعود المكتب الوطني للنقابه الديمقراطيه والجامعات المحليه. طيب اليوم كنحتج امام مقر عمل التطوان لارسال الرساله الثانيه، هو انه استمرار اغلاق باب الحوار لا يمكن الا ان يؤدي الى مزيد من الاحتقان، وبالتالي نوجه هذه الرساله لوزير الداخليه للرجوع الى الصواب والجلوس مع ممثلين الموظفين اللي هم التنسيق النقابي الرباعي للبحث عن الحلول لتجاوز هذا الاحتقان، والحلول على راسها طبعا النظام الاساسي اللي هو يعني المطلب الاساسي لاخراج هذا القطاع المهمش، القطاع الذي يفتقر الى هويته ويفتقر الى مجموعه من الاشياء اللي يمكن تخرجه من المستنقع اللي هو فيه، وبعد ذلك طبعا الزياده في الاجور وتحسين الاجر نظرا للغلاء المعيشي ونظرا للتكلفه المعيشه ونظرا للزيادات الاخيره اللي عرفها بعض القطاعات اللي هي منضويه تحت لواء النظام الاساسي للوظيفه العموميه، وبالتالي احنا جزء اساسي للوظيفه العموميه. وطبعا المطلب الثالث هو تسويه الوضعيه لحامل الشواهد بمختلف الفئات ديالو وتحسين التعويضات على الموظفات والموظفين. اضافه الى ذلك يجب يعني تحديد الهويه القطاع، واش هو في الوظيفه العموميه حقا ولا خارج الوظيفه العموميه؟ اذا كنا داخل الوظيفه العموميه فما هكذا يعمل هذا القطاع اللي هو في الوظيفه العموميه، ولا هو قطاع حيوي واللي هو يساعد ولا يسير المواطن من ولادته الى مماته. وجات هذه واحد 15 يوم صيفطوا الاخوان ديالنا مرات في رساله واحد التذكير لوزير الداخليه، ولا حياه لمن تنادي. احنا كتنسيق نقابي على المستوى الوطني حسوا بواحد الحيف بواحد الحقره تجاه الموظفين الجماعيين، وهذا اجتمع التنسيق النقابي يوم الخميس الفائت وقرروا باش ينزلوا واحد البرنامج نضالي اللي مسطر فيه واحد 3 شهور ديال النضال، وهذه هي البدايه ديالو كانت هو يوم البارحه واليوم اللي كيتوج هذه الوقفه الاحتجاجيه الاقليميه. وتحيه